يعني أنا ما رجعت وياهم. شنو السبب؟ يوفرون بس، لكنه الشيخ محمد بن راشد من عرف يعني على طبعا الرخصة. بعدين من سمع أنه المنتخب العراقي كذا وكذا وهذه، فقال لهم هم وين؟ قالوا له هم حاليا بتايلند، ففرغ لهم طيارة من طيران الإمارات ونقلهم من تايلند إلى دبي. طبعا هم طالعين قبلي بيوم، وأنا طلعت وراهم بيوم، أنا جيت قبل من إندونيسيا حجزت، فصارت نزلتنا سوى، فمن نزلنا استقبلونا أعظم استقبال، وسوونا يعني أعظم حفلة، جابوا مطربين عراقيين. احتفالية كبيرة سويكم يعني، صارت مسيرة في الإمارات كذلك، الجالية العراقية، كل جاليات العربية احتفلت فيها. حلو هذا. إضافة إلى بوكس صغير، وهذا البوكس إذا سألفك سالفته تموت من الضحك. الله. أحمد علي، إحنا قلنا لهم البوكس هذا لا حد يفتحه زين، لأنه عيب عالم وكاميرات وهذه. فأحمد علي المسكين شال البوكس حطه جوا الطاولة، فصارت الاحتفالية. بعدين طلعنا بالباص، فشال البوكس الطاس صديقه، فبالباص من صعدنا بالباص فتحوا البوكس لقوا 200,000 دولار. أحمد علي الطريق كله يدق على صاحبه، صاحبه ما يرد عليه. بعد جوا الطاولة لا تلق على 200,000 دولار، تلق على 200,000 دولار. فت يعني هدية ثمينة، هدية ثمينة. أنتوا مثلتوا العراق أفضل تمثيل بالمحافل الدولية. الله يسلمك. وفرحة الناس، احنا كنا نراقبكم يعني. اهم شيء الفرحة، اهم شيء الدماء اللي احتقنت بذاك الوقت،